صديقاتي أصدقائي، نهاركم طيب وسنة سعيدة. متمنياتنا باش تدخل السنة ديال إن شاء الله، ديال السنة ديال 2022، بنفور الصحة والسلامة والعافية والمزيد أيضا من المكتسبات والنصر السياسي والدبلوماسي لقضية وحدتنا الترابية. ما دام الشيء بالشيء يذكر، كيمكننا نعتبره سنة 2021 سنة المكاسب السياسية المهمة بالنسبة للدبلوماسية المغربية. ولعل أحسن توصيف ممكن نوصف به سنة 2021 هو أنها سنة الخرائط، يعني موسم الخرائط وموسم الانتصارات التي لها علاقة بالخريطة. كما نعلم الجميع، قبل أيام ظهرت أو نشرت جامعة الدول العربية خريطة تتبنى فيها موقفا رسميا واضحا لدعم القضية المغربية، لدعم سيادة المغرب على وحدته الترابية. في الواقع أن الخريطة كيفما نشرتها جامعة الدول العربية وكيفما راسلت جميع الهيئات والتنظيمات الموازية لها في من الخليج العربي إلى محيطه، كانت فيها نوع من الشك، يعني بالنسبة على الأقل لمناصري أطروحة الانفصال، فكانوا دائما يبرزون أن هذه الخريطة جاءت انطلاقا من ملاحظة لتمثيلية جزائرية. وأنتم تعرفون أن الجزائر هي الناطق الرسمي والداعم الرسمي للانفصال ولجبهة البوليساريو تحديدا، فهي المتكلم الرسمي والناطق الرسمي لهذه الشرذمة الانفصالية. الخريطة التي تبنتها جامعة الدول العربية وطالبت جميع تنظيماتها الموازية من خليج العربي إلى محيطه هي وضوح الارتباط الصحراء المغربية بوطنها الأم ارتباطا واضحا لا غبار عليه. هذه الخريطة أثارت نقاشا كبيرا وأثارت زوبعة.